السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. النهاردة يا جماعة معانا درس جديد ودرس جميل جدا، هو إزاي نقدر نغير أنظمة السمات الموجودة لويندوز 7. طبعا ويندوز 7 فيه السمات دي، الويندوز 7 الأصلية والحاجات دي كلها السمات دي، لكن احنا نقدر نحمل حاجات جديدة وسمات جديدة مختلفة وجميلة جدا من النت. كل اللي بنعمله بندوس كليك يمين، بنختار اخر خيار بيرسوناليز، بعدين بنختار get more themes online، بندوس عليها، بيدخلنا طبعا على لينك دخلنا على لينك زيمات مختلفة وكتيرة جدا على النت طبعا، وكل المطلوب مننا ان احنا نحمل السيمز اللي احنا محتاجينه او اللي احنا نحبه. معلش هو النت فاضي عندي شوية. بجرب في متصفح تاني اسرع، وفعلا هو اسرع. السمات هنا دول العاديين، دول المعروضين كواجهة، لكن في هنا كل اللي احنا عاوزينه، في حيوانات وفي رسومات وفي تصاوير وفي العاب وفي اجازات وافلام واماكن طبيعية ونباتات وورود وبراندنج وحاجات كتيرة جدا. احنا طبعا هنختار اي حاجة، كل ما عليك ان انت بتختار داونلود وبتدوس عليها، بتنزل لك هنا في المتصفح بحجمها صغير، بس طبعا انا محمل فهكنسل. بعد كده بنروح المكان بتاع التحميل، طبعا انا حملت هاري بوتر وتيكت فير مثلا، كل هنزل هاري بوتر بدوس عليها انتر كده، السيمز اتغير ونشوف اهو، ادي السيمز اتغير. وعشان نغير الصور بندوس نيكست ديسك توب باك جراوند، نيكست ديسك توب باك جراوند، نفضل على كده لحد ما نختار الصورة اللي احنا عاوزينها. في السيمز التاني بتاع التيكت تو فير المرعب، بندوس انتر، اهو هو نزل كده. بنختار مجموعة صور اهو، صور كتيرة وبرنامج حلو خالص. كده ينتهي درسنا النهاردة كده ينتهي درسنا النهاردة. كان معكم محمود جمال من قناة محمود المعلومات على اليوتيوب. لا إذا عجبك الفيديو اضغط لايك، وما تنساش تدوس سبسكرايب للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أشوفكم في دروس تانية أعزائي المتابعين.